هذا مضافا إلى أن في مثل هذا الشهر المبارك مناسبتين عظيمتين تفيد في هذا الصدد فائدة جمة، ألا وهما ولادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أبو الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، وولادة إمامنا وقائدنا ورئيسنا الإمام المهدي عجل الله فرجه، فكلاهما عنوان للتضحية والفداء والشهادة والكرامة والقوة والإيمان، فلا بد أن نتأسى بهم سلام الله عليهم أجمعين. فإن هذه الأعمال المستحبة تحتاج إلى بعض التضحية ببعض الأمور الدنيوية كالتقليل من النوم وترك الخوض ببعض الأمور الدنيوية الأخرى مثل التقليل من المأكل والمشرب وغير ذلك كثير، فهذا أفضل عناوين التضحية بالنسبة إلى عامة الناس. وإلا فإنك إن كنت تريد إصلاح المجتمع فاصلح نفسك رجاء قبل ذلك، وإلا فليس لك الحق بذلك إطلاقا، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، بل إن حاول الإصلاح أفسد ولم يصلح. ولا تطلبوا بهذه الأعمال الشهرة أو المال أو الرياء أو السمعة أو غير ذلك من مبطلات الأعمال ومن ماحيات الثواب، فذلك يضر أكثر مما هو ينفع. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ولا يقال أن مثل تلك الأوامر لو صح التعبير تكاليف باطنية، فإن ذلك أبعد أن يكون عن الباطن، بل تلك أمور معنوية تقربنا إلى الله وأمور أخلاقية تسير بنا نحو التكامل ليس إلا. وإلا فإن المجتمع أبعد أن يكون للباطن مطبقا، فهناك من العلل التي تمنع عن ذلك، فإن صفاء النفس ظاهرا مقدمة لصفاء الباطن باطنا لو صح التعبير، فإن النفس ميالة للعب واللهو، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، فيا أيها الإنسان اسعى سعيك لإرضاء الله عز وجل وسر نحو التكامل قدما، وإلا فإن عذاب الله شديد، قم فطهر نفسك وإلى ربك فتوجه وبعبادته فتمسك ليكون لك نصيب من الآخرة كما أن لك في الدنيا نصيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شكرا.